فرض الضرائب على اليوتيوب داخل مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. مصلحة الضرائب المصرية نزلت منشور النهاردة وقالت لو أنت بتمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، أو بتمارس نشاط صناع المحتوى مثلا اليوتيوب أو البلوجر، تقدر من خلال الجدول اللي هنسيبه لحضراتكم على الشاشة تحسب ضريبة الدخل الخاصة بيك وفقا لنسبة الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقالوا طريقة احتساب الضريبة على الدخل لمن يقوم بممارسة التجارة الإلكترونية أو صنع المحتوى مثل اليوتيوبر والبلوجر، هيكون احتساب الضريبة على الدخل هو صافي الدخل، يعني الإيراد ناقص المصروفات. يعني في الفترة اللي جاي أي حد يصرف حاجة وهو بيشغال على اليوتيوب يخلي معاه إثبات بالمصاريف دي، يعني فواتير بالمعنى الدارج، عشان بعد كده هيشوف الإيراد بتاعك كام وانت صرفت كام، والباقي هو اللي هيتم عليه احتساب الضريبة اللي هو صافي الدخل. وزي ما انتم شايفين أمامكم الجدول بيقول ان من جنيه إلى 15,000 جنيه هيكون صفر ضريبة، اما اكتر من 15,000 الى 30,000 جنيه هيكون 2.5% ضريبة، اكتر من 30,000 الى 45,000 هيكون 10%، اكتر من 45,000 الى 60,000 هيكون 15%، اكتر من 60,000 الى 200,000 هيكون 20%، اكتر من 200,000 الى 400,000 هيكون 22.5%، اكتر من 400,000 هيكون 25%. خلاص هيتم فرض ضرائب على اليوتيوب داخل مصر، يبقى احنا في الفترة اللي جاية نزود الشغل اكتر ما نيأس، وبالنسبة للاحتساب هيكون صافي الدخل. يعني انت ايرادك هيكون وليكن 10 جنيه، هتصرف مثلا مصروفات فاتورة نت، فاتورة كهرباء، ادوات بتستخدمها، كمبيوتر، جوال، اي حاجة بتصرفها هتجيب بها فواتير واثباتات، هيطرحوا المصروفات من الايراد وصافي الدخل هو اللي هيتم احتساب الضريبة عليه. ان شاء الله كل الخير، كل التوفيق للجميع، ما تيأسوش، اشتغلوا. وملحوظة، محدش يبتدي يعمل اي حاجة دلوقتي لما يتم الاعلان رسميا ونشوف الناس بدأت تشتغل ازاي وتعمل ايه، بعدين احنا نشتغل زيهم. وان شاء الله كل الخير وكل التوفيق لحضراتكم. ياريت تعملوا لايك في اخر الفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.